انا اسمي اروى طارق، جامعه 6 اكتوبر تكنولوجيه، كليه صناعه وطاقه، قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي. احنا عندنا في القسم طبعا بندعم بنطور المنتجات، فاشتغلنا على منتج بديل للحمه، عملنا لحم نباتي فيجيتيريان ميت. طبعا هي مناسبه لجميع الفئات، ومناسبه كمان لفئه الفيجيتيريان، الناس الفيجيتيريان، وكمان للصيام للمسيحيين كمان. فهي فيها طبعا نسبه بروتين عاليه جدا. فاحنا عملناها من ايه؟ استخلصنا الجلوتين من الدقيق، وعملنا حطينا دقيق صويا لزياده القيمه بتاعه البروتين. وطبعا عشان دقيق الصويا فيه سكريات ضاره جدا للجسم، فعرضناه للحراره، فبالتالي بقى مفيد جدا للجسم. بس عملنا منها ستيك لحمه، عملنا شاورما، وعملنا برجر، وعملنا شيش كمان. طبعا طريقه العمل ان هي بنستخلص زي ما قلت الجلوتين. هي بتستوي في قد ايه؟ هي ساعتين بالظبط. وعايزه بقى زي ما انت عايزه برجر او شاورما او اي حاجه تاني، براحتك خالص. انا اسمي محمد علي، جامعه 6 اكتوبر تكنولوجيه، كليه تكنولوجيا علوم صحيه. انا عامل الجهاز ده حرفيا من الالف لليه معمول بايد الطلاب بتوع التيم بتاعي. الجهاز ده عباره عن ايه؟ الجهاز ده دراي هيت اوفن، بيستخدم في المعامل، في المختبرات، في المستشفيات. ده بيعقم الادوات اللي انا بستخدمها في اي عينات كيماويه او عينات من الطب، لازم تكون متعقمه، فاحنا بنعقمها بالجهاز ده. الجهاز ده سعره في السوق معدي 90,000 جنيه تقريبا، احنا عملناه بتكلفه كامله مش معدي 10,000 جنيه. ميزاته انا حاطط فيه الشريحه دي اقدر استثمر فيها الوقت، بمعنى انا وانا في البيت ممكن اشغل الجهاز يعقم الحاجه اللي تتعقم في ساعتين، وقبل ما اروح على المعمل يكون الحاجه اتعقمت، فانا كده استثمرت وقت. وحاطط كمان في مروحه، فالمروحه دي بتوزع الحراره بالتساوي في كل بوينت في الجهاز، فبالتالي الحاجه تتعقم اسرع، وكمان بتتعقم بطريقه بيرفكت اكتر. وكمان حطينا فيه سنسور عشان لو في اي غلط في الجهاز مش مقفول كويس، او الجهاز الحراره فيه مش متظبطه، فالجهاز بيفصل اوتوماتيك عشان ما يحصلش اي مشكله فيه.